يعني احنا ما تعاطينا بهالطريقه. ليه اليوم التعاطي عم بيكون مع لبنان معاقبه جماعيه حصار بلد؟ يعني, إيه يعني إيه كمان إيه نحن صح في كمان صح محل حق واحد بيقول تقلف ليش معهم حق؟ تقلف ليش معهم حق؟ حضرتك لبنان عم تقول معهم حق؟ معهم حق هن عم يتعاطوا دوله ك... اسمعيني شوي دوله كدوله هيدا المسؤول امير الكبتاجون اسمعيني شوي امير الكبتاجون انحبس هون دفع اموال انخدم زبط حاله هيدا حاله فرديه وما لازم يصير معه هيك ما عمل لك اياها ما لازم يصير معه بس ما اليوم معروف السجون عندنا اليوم حتى يعني كيف كانوا يطلعوا بعض الماكولات السخنه لبعض يعني زعماء العصابات والمخدرات بالسجون هيدا وحده بس انا عم بحكي فرق دوله فوت عليها 100 مليون حبه كبتاجون وتضرب شعبها كله سوا وفرق ما واحد يكون هو مسؤول ومدان ولازم ينفذ عليه العقوبه بطريقتها كامله من خلال عدم تركه يكون كانه قاعد باوتيل 50 نجوم بس ما فيك تقولي حاله فرديه مقابل حاله يعني ما عم يعملوا هون تسويه شو حاله فرديه؟ انه حاله فرديه لشخص هرب وسيروه هون وما لازم يسيروه كانوا لمين هربهم؟ له للاستهلاك الشخصي يعني هربوا لهون بس من اخذهم؟ ايه لوين؟ من اخذهم؟ بس هي الفكره شو هي؟ هربوا ناس هون كبيرة بسيارة خاصة يعني ايه مضبوط كيف بده يهربوا انت لك يعني؟ ايه شو هربوا يعني؟ معناتها انه هون مصدر تهريب من عقب الشعب السعودي كله نحن يعني هيدا انه هيدا مصدر انه لبنان مصدر تهريب هو توقف مش غلط ليه لبنان مصدر تهريب؟ هلا عم لك ايه بالمكسيك لما يصير في تهريب مخدرات بتجي امريكا بتقطع علاقاتها بالمكسيك ما كمان ما بدنا كأنه امبارح اكتشفنا المخدرات بس هلا مش هن عم يقدروا بالمكسيك يضبطوا هذا الموضوع ما عم يقدروا يضبطوا بس ما بعاقب بس بلد قديش انا قديش الحدود وقديش المساحه وقديش المصالح بتعاقب البلد وقديش التبادل بين بعضهم مش معناتها انه اليوم انه امريكا اذا ما قطعت الحدود معناتها يعني معها حق لازم كل موضوع له علاقه بالمخدرات يجب ضبطه بس تتيجي تقولي لي هلا انه صار مع السعوديه هيك وظلمت لبنان انا بقول لك لا عم تحمي مجتمعها عم تحميه بطريقه قويه تصطفل انت انت عليك توقفي التهريب لعندها ليه بدك تهربي على السعوديه اكيد هو وقف التهريب مزبوط بس احنا عم نقول اصلا ممنوع النفس ما عم بيكون مبالغ يعني هديك اليوم حاطين ما بعرف اذا انتم او غيركم ما بدي يكون عم حاطين انه كيف على المرفق من مده انكشفت معدات لتصنيع كبتاجون جايه من الصين بطريقه مدخلينها بطريقه شرعيه بهالقد هالقد موضوع البلد بموضوع المخدرات متروك انا عم لكم القوى الامنيه ما عم بتقدر بقى تعمل اكثر من هيك لانه عندها طاقه معينه القوى الامنيه ما بدنا نعد هلا نغزلها ونمدحها يعني عم تعمل ممكن بس اخر شيء هذا الانفليشن موجود هذا الغطاء هذه المناطق المحرمه ما حدا فيه بقى النترات على المرفأ وما انتبهوا كمان يعني كمان في اكثر من يعني في كثير كوارث صارت طيب اليوم بتعتبر انه كمان يعني يصادف كل هذا بوقت كان عم ينحكى عن عوده اجواء جيده بين المملكة العربية السعودية وسوريا وانعكاسها رح يكون على كل المنطقة وانه في تغييرات بعلاقات الخليج مع سوريا شو معلوماتك بهذا الاطار هل في هذا كان في تحرك كان هدفه يعني تحت سقف تهدئة المنطقة هيك انه يعني عم بيصير كان انه يصير في تسوية لموضوع لبنان ويعني صار في لقاءات سعودية سورية إيرانية وأمريكية بمصر وطبعا مصر كان موجود يعني كان في اتصالات هدفها انه ينعمل تركيبة جديدة بالبلد بهيك الوقت نسمع كثير عن كلام يعني انه اعتذار رئيس الحكومة سعد الحريري في فريق طالب انه رئيس الحريري ما يكون مين في تفاهم يعني سوري هلا بخبرك اياها بقول هلا بحكي يعني في هذا الطلب اول شيء انه لازم الرئيس الحريري يروح لانه يعتذر الرئيس الحريري في كلام عنده ببيئته ومحيطه انه ليش بدي فل انا اولا انا شخص منتخب شعبيا عندي 20 نائب بالحاله المذهبيه بلبنان امثل كمان عدا عن النيابيه امثل مكلف من 66 نائب يمكن 86 نائب مكلف من عدد من النواب كذلك رؤساء حكومات بعيدوني جيت بتسويه مشتركه انا ومش العون اذا بدي فل انا بدي فل هو فلت انكسار يعني في كثير نقاط في دول بتدعم بقائه مثل مصر الامارات يعني بعدهم متعاطفين معه مأيدينه التفاهم السعودي السوري كان باتجاه انه يتغير الرئيس الحريري يجي شخص اخر التفاهم السوري السعودي هيك كان بدهم السعودي ما رفض راح صوب اسم
الاسم؟ حكى باستاذ صلاح سلام. حكى اول شيء بفيصل كرامي. استاذ صلاح سلام حكى استاذ فيصل كرامي ما مشي الحال يعني انه السعوديه ما قبله. بس تقلك شو القصه، هن يعني عم يعتبروا انه بدهم يعملوا مرحله جديده، انه طالما انه في هذا النوع من التشكيل الحكومه بده يضم فيه ازمات، صار في هذا النوع من الكباش القوي. رئيس الحريري يعني الفرنسيين كمان عم يطرحوها من غير صيغه انه هو يسمي اذا ترك، يعني اذا ترك هو متع انه انا عم بقول ليش انا دائما انا ب 17 20 اعتزق يعني قدمت استقالتي، انا اقدمت على خطوات ايجابيه، تركت البلد سنه ما حدا عمل حكومه، ما فيني اترك البلد هيك، انا مسؤول. هلا التسويه تقتضي انه يعني اذا بدك هي يعني حضرتك بس تنبلش اولا يعني السوري يطلب اعتذار سعد الحريري، بتعتبر انه مجرد يرجع يقوى السوري اول طلب عنده هو اعتذار سعد الحريري تحت شعار انه بالموضوع انحكى جدوله اخراج حزب الله من سوريا. مقابل لهذا الموضوع بده ضمانه بلبنان طمانه لاله، صار في كلام انه ما بيكون في جو مضاد لاله. السعوديين اصروا على الاستاذ صلاح سلام. صلاح سلام مش نواف سلام، لا 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 عفوا حتى ما تزعل. صلاح سلام، صلاح سلام اللي هو مدير تحرير جريده صلاح سلام، اتصلوا فيه كمان، اتصلوا فيه السعوديين ابلغوا انه بيدعموا لاستاذ صلاح انه يكون. هلا هلا هون بخبرك شغله ثانيه، حتى يعني حتى خبرك اياها بعد شوي، خبرك هلا بتنسى لا اللي اياها انا لا لا انا خبرك اياها انه لا انه اتصلوا فيه كمان يعني قالوا له انت قابل انه تكون يعني صار في هلا في يقول هو ايه لا يعني انه صار في اتصالات. الهدف من ذلك انه عم يعملوا انه تركيبه جديده مفهومه. هذه التركيبه خلينا نقولها من هذا بدي لك اياها، خلينا نقول انه بيعتبروا انه هذا المثلث او المربع اللي فيه الرئيس نبيه بري استاذ وليد جنبلاط والحزب انه يجب ان انه يبتعد عن بعضه، اللي يكون في تركيبه جديده. مين هذا اللي بيعتبر هيك؟ هذا التفاهم السعودي ولا السوري السعودي؟ لك السوري السوري يعني السعودي خلينا نقولها، ممكن الرئيس الحريري يكون كلام ثقيل عليه. معتبر بده سقف اعلى بالموقف السياسي وبالتباين السياسي عن القوى السياسيه. سوريا رافض الرئيس نبيه بري كليا يعني، واول امبارح او امبارح اللواء علي المملوك اتصل بحزب الله وقال لهم انه بموضوع الرئيس سعد الحريري الرئيس نبيه بري وانتم متبنيينه بقوه. بيكون جواب حزب الله بحكيك اياه انا انه نحن يعني ما فينا نعمل فتنه سنيه شيعيه، رئيس الحريري يؤمن غطاء لهذه العلاقه، كذلك ما فينا نعمل مشكل شيعي شيعي مع رئيس نبيه بري اذا لانه هو متبنى الرئيس سعد الحريري. هيدا اجى بعد اتصال اول امبارح عمله نائب جبران باسيل مع حزب الله، وكان كلام حد يعني حد بمعنى ما بعرف قديش مرجل يعني بمعنى انه نحن عم ندفع ثمن وما حدا قابل بقى بموضوع حزب الله بهالطريقه اللي مغطى فيها انه هذه التشكيله. ليش؟ لانه حكى مع الايرانيين، السوري حكى مع الايراني بيقول له الايراني انه انا بموضوع لبنان موضوع يعني لبنان تنطر هالتركيبه اللي ما بدهم فيها نبيه بري، يعني السوري والايراني عندهم تحفظ على تقوية دور نبيه بري، بيقولوا الحل بلبنان مع حزب الله، بينحكى مع حزب الله بلبنان. من هيك صارت الطابة هلأني هون بقوم جبران بيصير بيحكي مع حزب الله، وعلى أساس اللقاء اللي ما كان جيد الكلام اللي ما كان جيد ممكن انحكى انه يصير في اتصال بين الرئيس عون والسيد أمين عام حزب الله. كرمال كل هيدا يعتذر سعد الحريري طبعا انه بيعتبر التيار انه هو دفع كتير 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 ثمن، نحطت عليه عقوبات هلا بمعزل اذا يعني اذا هي نتيجه اداء او لا. انا اخر شيء عم يجي حزب الله اليوم متمسك بسعد الحريري وداعم الرئيس نبيه بري اللي هو متمسك برئيس سعد الحريري، ويجب ان يتم يعني فك هذا التحالف. هذا اليوم اللي عم يتم العمل عليه. قلت لك الرئيس الحريري شو كان كلامه؟ انه انا عندي اسباب تجعلني استمر في بقائي كرئيس حكومه. هذا اليوم اللي نحن قدامه في كباش قوي. هلا السؤال كمان وانا بحكيها معك وعم بسال انه اذا اجى استاذ صلاح سلام بين نواب الرئيس بري وادائه واداء النواب المستقبل والاخرين كيف بدها تكون الحكومه؟ كمان بده واحد يشوف الوجهين. في قرار انه سيكون في تسهيل لانطلاق عمل حكومه بالبلد ويعني ودعم البلد. هلا هون الدور السوري شو حدوده؟ في كثير ناس ما بيقبلوه، يعني امبارح سيدة الجبل دكتور فارس سعيد بيعتبر انه كل واحد بيحكي بهالموضوعين عم بيسوق له. في وقائع، في تسويات بالمنطقة صايرة،
انه طمأنت السوري مقابل انه انسحاب حزب الله من سوريا. يعني اليوم حضرتك عم تكشفه انه السوريين اي او التفاهم السوري السعودي اللي ممكن يصير عم يتبلور فينا نقول لانه بدا اذا بدنا نحكي بالوقائع يعني اليوم عم بتقول المطلب هو اعتذار سعد الحريري من الجهتين صح وهذا الشيء رح يصير يعني هلا انا قلت لك شو اجوبته مش حيبقى سعد الحريري بمواجهه تفاهم سوري سعودي على مستوى المنطقه يعني الموضوع كان من 6 ايام 5 ايام مثلا مطلوب اليوم يعني وقت اللي بالسياسه بتربحي اوقات اذا يعني تطور موضوع غزه والموضوع الفلسطيني ممكن تتغير بس بعده الطلب هو ذاته يعني قلت لك على المملوك تلفن لحزب الله عتبهم لانه عندهم هن كثير تحفظ على الرئيس عتبهم انه كيف الرئيس بري متمسك بعده ايه تركين الرئيس بري متمسك وانتم بتعرفوا انه نحن عندنا تفاهم وحكينا فيه قبل انه هذا التفرج انه اللي عم تمارسوه انتم كحزب الله نحن ما بنقبل فيه نحن عندنا حسابات بالمنطقه يعني انت هذا الموضوع انتم ساكتين عنه عم اقول لك الحزب بيكون كلامه انه انا ما بدنا نعمل مشكل مع نبيه بري مشكل شيعي شيعي ما حفظ القاب لرئيس نبيه بري وما بدنا نعمل مشكل سني شيعي انه سعد الحريري يغطي هذه العلاقه منطقيا للناس اللي عم تسمع منطقي السوري يكون ضد تكليف سعد الحريري من الاساس بس ليه السعودي ضد ما زبطت العلاقه ما زبطت ليش ما زبطت ما بقى يعني في كثير امور حضرتك من الاشخاص كنت دائما يعني مؤخرا وتحديدا بعد عمليه استقاله رئيس الحريري من السعوديه كنت عم تطلع تقول دائما انه العلاقه عاديه الى متوتره ما تحسني. الى يعني ما تحسني. سيئه بمكان ما بين إيه السعوديه والسعوديين بس ليه ما انا اليوم بالنتيجه يعني سعد الحريري مواطن سعد الحريري بيطلع بيقول السبب هن تهريب اموال من السعوديه مش هيك لا في يعني اليوم تتغير الظروف بالبلد يعني يعني الرئيس الحريري كان بفلك تركيبه سابقه تغيرت اجى الملك سلمان وابنه ولي العهد الامير محمد بن سلمان عنده رفض لهذا الفريق السابق وادائه ومخالفاتهم وارتكاباتهم بيعتبر انه هو عم بمارس عمليه يعني اصلاح بالبلد عندهم وبيناتها يعني حتى مع قرايبه انه ما بده يبعد عن الرئيس الحريري خاصة إذا بدك الموضوع الأساسي يعني كمان هو السياسي يعني اليوم بتطلع السعودي أنه طيب رئيس الحريري أنه إذا اليوم حضرتك حكيتي بعفوي أو أنا بنقول علاقته بالسعودية طيب أنت اليوم نحن عم ناكل خبيط من اليمن ومن حزب الله اللي عم بدرب باليمن وحتى إذا بتتذكر قبل ما انكشفت شبكة كابتاغون بيومين انحكى انه في قياده من حزب الله مات باليمن قتل باليمن كان عم بدربهم على الصواريخ او يعني انه انت اليوم انحكى يعني لا لا مش غلط هلا هي عم بتصير في حدا مات بده يبين انه مات لا 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 انحكيت يعني بمعنى انه مش شيء مخبى انه هذا الجو اللي الرئيس الحريري انت فيه متماهي مع الحزب عم بيحكي كلام عم اقول لك يعني عم تحكي لو هيدي السعوديه قبل السعوديه اللي قاعده مع السوري اليوم ما بأثر اللي قاعده مع السوري اليوم بدها تعير سعد الحريري على موقفه بقول له انا رحت قبلكم على هيك تسويه ما عشناها بمناطقنا ما كمان هيدي موجوده وين ما كان انه مثلا السياسي بالبلد يعني حاسب سعد الحريري يعني على ما اليوم تقوم به السعوديه انا قلت لك اليوم رجعت لك على حقها بالسابقه لما قلت لك على حقها بالسابقه وكان فيها ما يعني في انا ما فيني احط كرامات الناس على الطاوله كمان الرئيس سعد الحريري شخص محترم عنده شعبيته عنده مؤيدينه ما فيني في عندهم في لا ما يعني المشكل بينه وبينه هن كمان بدهم سقف اعلى شوي بدهم تميز انه انت الزعيم السني اللبناني مفترض تكون على مسافه مسافة شو هن عم يعملوا مفاوضات مع ايران وسوريا بدنا يعايروا الرجل بانه عمل تسويه مع ميشيل عون ما انت ما هيدا سميتي مثلا عون او غيره يعني لا انه هيدي بتصير هن عم بيحكوا اليوم التفاهم اللي قائم انه على موضوع حزب الله مش على النظام السوري، النظام السوري اجى الملك عبد الله على سوريا وهلا الرئيس بشار الاسد عم يرجعوا ينعشوا، لاحظت ما حكي كلمه عن موضوع حماس طيب. وغزه، ما في شيء يعني، في صفقه عم تصير معه، عايزينه دوله قائمه قدر يستمر هو، هلا كيف يعمل انتخاباته موضوع اخر، نحن عم نحكي انه المشكله على حزب الله ودور حزب الله، بهذا الوقت ناس هو كان انه بيعتبروا انه كان لازم يكون متميز عن الحزب شو يعني متميز عن الحزب؟ بيعتبروا انه لازم يكون في سقف سياسي اعلى شوي، كيف؟ مش مشكل بس شو دفعوا للسقف السياسي العالي كثير اذا اليوم رجعوا على طاوله مفاوضات مع سوريا، يعني كانوا بده يسقطوا للرئيس بشار الاسد وكانوا فاتوا بدعم دوله للاطاحه بالرئيس بشار الاسد اليوم قاعدين معه بيتعاير سعد الحريري
كيف قاعد بلبنان وما عم بيعلي السقف على حزب الله؟ هيدا الموضوع، هيدا الموضوع ما عم اقول لك هيدا بمنطقهم. ما انت بدك تعرفيها باللعبة السياسية. خدي مثلا شي واحد بلبنان حزبي مثلا، انه مثلا اذا كان واحد بحزب وقال لهم تفاهموا مع فلان ما يقبل، بس هن بيتفاهموا بيقبلوا انه يمشي بالصف. هيدا عقلية شرعية، عقلية حزبية، عقلية سياسية. ممنوع انت تعمل خطوات قبلنا نحن. هيدا العقلية تسلطية. يعني عندي كتير ناس، مش عم بحكي انا سعوديين او سوريين، في ناس هن بيكونوا المرجع، هن بيوجهوا البوصلة، ممنوع حدا ياخذ مبادرة. ما هو كان يقولها انه انا اخي بكره بيتفقوا بين بعضهم، خلينا نحن نكون مهيئين الارضية. وبعض المنطقة الوحيدة اللي بيحكوا مع بعضهم فيها هن السنة والشيعة من وقت اتفاق عين التين، لقاء عين التين. بس انا عم بحكيك معلومات، هن مش راضيين بهذا النمط من هالموقف، بيعتبروا انه هلا البعض كل هذا تبرير ليلاقوا مبرر، بينما العلاقة يبدو العاطلة هي سبب شخصي وليس سياسي، لانه هن بس حتى اذا شخصي، يعني هن حتى اذا شخصي انه بالنتيجه العلاقه منا جيده. ما قلت لك انا اذا شخصي، اذا مرتبطه بعلاقه بقياده سبق، بس محسوم سبق. قرار يعني المطالبه بشخص غير سعد الحريري بتعتبر؟ ايه السعوديين، السعوديين ايه السعوديين محسوم، والسوريين محسوم. السوريين طبعا يعني هذا اساس عندهم، هو انه ما بدهم يستمر. يعني هيدا بالنسبة لك سيرجح فرضية انه يعتذر سعد الحريري؟ ما انا عم اقول لك في ثلاث قوى بعد، في بعد ثلاث قوى، في بعد في الفرنسي، انه الرئيس الفرنسي قال له، الفرنسي حكي معه. شو قال له المصري؟ معتبر انه الفرنسي يبدو شو كمان الفرنسي عم يطرحها انه يكون في بديل هو يسمي شخص، يعني يعني مش سعد الحريري. المصري معتبر انه قصة مذهبية كليا، وهذا زعيم سني يجب عدم ضربه بلبنان قدام كسره، قدام المسيحيين وقدام الشيعة. المصري عم يحكي بهذه الطريقة. الإماراتي كان عم بيحاول يعني لعب دور محمد الأمير محمد بن زايد مع ولي العهد السعودي. في شيء مش راكب، يعني ليش تنضلنا نحط كفوف؟ في شيء مش راكب بالعلاقة بيناتهم. هذه دولة عندها حساباتها. اليوم السعودية بتقدر تفتح مع إيران، بتقلي لها كيف تفتح مع إيران وبتعاتب. هذه دول عندها سياستها الخاصة. هيدي يعني ما بتزعل مع الشخص، بتزعل من الشخص بمنطقة هي هذه الدول الكبيرة، إنه ما في إيجاليتي، إنه أنت ما فينا أزعل أنا وياك، أنا بزعل منك. مين لحتى نقدر هيدا منطق، هيدا منطق. بتشوف اليوم كيف عم ينفتحوا بالعالم، شو تأثيرهم. إذا بتشوف السعودية يعني من أربع أيام كان وزير خارجية تركيا عندهم وفتحوا علاقة جديدة. يعني الدول هيدي تتعاطى، هي تطلع على مصلحتها، بقى القوى بجانبها بالنسبة لها جانبية. مشان هيك ابتدي موضوع لبنان، موضوع لبنان ايه بده يعتل هم لبنان ويخاف على مصلحته. وقت القطر انتم عزل قطر، اذا بتلاحظ وقتها والتطويق او مشاكل، بعد اربع خمسة ايام كان كل البضاعة التركية بقطر. يعني فاذا ما يربح حاله جميل لبنان، انه هو يعني اذا هو يعني هو عم بتعمل العالم، هو بحاجة لهم. هيدي مش قصة انه انتقاص من كرامة لبنان عم بيحكي انا وعم فوق لبنان ما بيربح جميل، بس كمان عم بيقول له ما تضلكم تربحوني جميل بكل شيء. يا اخي له حق، له حق. يعني كيف له حق حضرتك لبناني؟ كيف إلو يعني حق موضوع الامن يعني؟ لا ما له حق حدا يعاقب شعب كرمال ما عم بقول يعاقب شعب، ما عم بقول يعاقب شعب، حاصر بلد وتعاقب شعب. لا انا عم بقول له حق ياخذ اجراءات، يعني يمكن هالاجراءات شهر شهرين بكره بيفتحوا مثلا الحدود. عم بقول بدك تعمل ضغوطات. ما بقول له حق سوريا ما كان يسكر الحدود على لبنان، وهذا خطا. خطا ما كنتوا تعرفوا بوجه السوري كيف بيسكر يعني شو معناتها انه بتصير احيانا لانه غير السوري هلا صار هيدي الدول بتصير علاقات الدول. طب امبارح مشان الكورونا مش اوروبا عزلت بعضها؟ اعتبرت انه في لا 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 لانه عدم لا دول لانه في دول لا لانه اعتبرت لكن نتيجة سلبية سلبية بمعنى لأنه سكروا يعني على بعضهم كمان. قالت ليش؟ بقصد إنه في دول مش أخذ إجراءات صارمة، تركت عندهم مثلا كورونا ينتقلوا عندها منعتهم يجوا هيك معنى إنه في وباء العالم صار هيدا إجراء كورونا صار بكل البلدان. امبارح لرجعوا السعوديين يقدروا يطلعوا من السعودية لأنه كانوا بس إنه في دول أوروبية اعتبروا إنه مثلا بإيطاليا، إيطاليا ما أخذت إجراءات مفتوحة الحدود منعوا، وهيك عم قال لك. طيب بس هي الفكره فضل. كمان انه نحن لازم بمكان معين عندنا مواطنيه عاليه ونفحص مش وطنيه لا 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 مش وطنيه يكون كمان بمكان معين انه هيدا بصير ظلم انك انت دائما تبرر يعني انا الخوف علي عن الناس اللي قاعده عايشه على اعصابها ليه الناس بدها تعيش على اعصابها لانه عندك هون ناس فاشلين زعران قاعدين بالسلطه ما بقدروا شو عم بيصير بيتمجلوا على العالم تركين الناس ضحايا هيدي نظريه المصرياتهم بالمصاري هول الناس اللي برا لحظه ناس ضايعه حضرتك كيف اليوم بتتمرد على السلطه انت عايش مع نحن اليوم بلبنان
اذا هيك المنطق كلنا بنوطي راسنا انه اوعى تطلعوا تحكوا كلمه عن اي زعيم لانه بفللونا من اشغالنا. هيك المنطق سمعت هيبه لا انا عم بشتغل بتقاضى راتب. طيب. انا ما عم بستحسن من حدا ان كنت بلبنان ولا ان كنت بكندا ولا كنت بامريكا. نظريه الاستحسان ممنوعه. مش قصه موقف. ما فيك تدلك تتر واحد هذه الدول يعني. هذه الدول هكذا تتصرف. بدك تعرفي انت كيف تتعاطي معها. ما فيك تقولي لي انه انا ما بقبل ما بتقبله. انا مش قابل. انا بعرف كيف بتعاطى معه وفقا للقانون اللي انا موجوده فيه. اذا كنت بهذه الدول ممنوع احكي بالسياسه يمكن ما بحكي سياسي. بس انا ما فيك تعايرني كمان انه انتم بلعوا لساناتكم لانه في ناس برا عم تشتغل. هيدا لا شغل. لا لا ما بلع لسانات مش مقبول. مش ايه انا عم بقول يعني. انا عم بقول اذا عملت اجراءات اي دوله بدك تطمنك اكثر. هربوا على ايران مخدرات. سكرت ايران الحدود مع حق تعمل اجراءات. خذ بدك اكثر من هيك. الايراني بقول هيك. ايه انا اذا اخذت اجراء انا بقول مع حق تعاقب ومع حق تاخد اعلى اجراءات. بس ما بقول تعاقبنا نحن كدوله. يمكن بكره يبين لنا انه هذا الوقت اسمه جنحو شو اسمه العطوف. يمكن يبين لنا انه هو المصدر الاساسي والدوله اللبنانيه تقدر تحكي معه بيروح شي مسؤول يفهمهم يقولوا اوكي انتفى السبب بيرجعوا تتغير. ما بدك تعطيها ضمانات. ما فيك تحكي مع الدول كانه اثنين قاعدين عم يشربوا قهوه وعم يعملوا صحيه. بس كمان بذات الوقت نظريه انه يتعاقب كل الشعب اي شعب هيدا يتعاقب حدا بعد بلا تعاقبنا. المنتجات اللبنانيه اليوم ما تطلع. هيدا عقاب جزء من التجاره او المزارعين. مزبوط. بس مش كل الشعب معنا بكره اذا بينت امور انه فيها تتعالج بترجع بتفتح.